جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل ابن خال والدي وأبناؤه ممن تجب صلتهم شيخ؟ نعم، ابن خال والد وأبناؤه هم من الأقارب ومن الأرحام، الأرحام الذين تجب صلتهم هم من يربط الإنسان بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. من جهة الأب كالأعمام والعمات وأبناؤهم والأجداد والجدات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبلها، وكذلك بنوهم. نعم.